إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف من خلال جوكمينيك تي في على اليوتيوب. بترحب جميع التلاميذ المترشح الأحرار مثلك الشعب العلمية والتقنية على تصحيح الامتحان الوطني الموحد بكالوريا الدورة العادية 2020. أقترح لكم دابا الأجوبة. بالنسبة للجواب الأول كان هناك ثلاث اقتراحات: true false true. هذا هو الجواب الصح: true false true، ولكن بالاعتماد على النص. بيسو جسد من النص. بالنسبة للسؤال الأول، علاش قلنا بالطبس true، علاش قلنا بالطبس صحيح؟ لأن her father is an actor and her mother is an opera singer. إذن فعلا increase of series in artistic family. The largest protest against climate change took place in Sweden. False. In New York in USA. الحقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالضبط في نيويورك وليس في بلاد السويد. True. It is truly inspiring. معنى قال هندا قاد as positive attitude to great speech. True. كان هناك دو justification. It is truly inspiring. Their voices heard. إذا الاقتراح الثاني their voices heard. المهم السؤال الأول هو true، السؤال الثاني false، السؤال الثالث true. عندهم الأجوبة true false true. بالنسبة للسؤال الأول الجواب ديالو true، بالنسبة للسؤال الثاني الجواب ديالو false، بالنسبة للسؤال الثالث الجواب ديالو true. ننتقل دابا ل answer the following questions. الكويريز كريتس تيمبرمين فروم، من أين أنت؟ فروم سويدن. إذا الأصل ديالها هي من السويد. Why did Greta skip classes? Want to protest against climate change. لماذا تتخلى على الدروس في الثانوي ديالها؟ To protest against climate change. شيء كامل من النص بيسوع. Why was Greta nominated from the Nobel Peace Prize for her great efforts? From. إذن بالنسبة للجواب الأول هو from Sweden. بالنسبة للجواب الثاني to protest against climate change. بالنسبة للجواب الثالث for her great efforts. مهم. ننتقل لبل C. Complete the following sentence with information from the text. عندنا هنا social media contribute to greatest popularity. معنى باش يتزاد للشعبية ديالو بالاعتماد على السوشيال ميديا. The social media contributed to same to greater popularity. Greta criticized world leader for not acting to save planets. إذن بالنسبة للجواب الأول هو Greta's popularity، بالنسبة للجواب الثاني not acting to save planets. Pick out from the text phrases or sentence which show that. بالنسبة للأولى Greta isn't interested in becoming famous. إذن التعليل هو I don't care about being popular. Popular. Greta school's strikes didn't have any results. كان التعبير هذا haven't achieved anything. Haven't achieved anything. معنى لا تصف أي شيء، لا تقوم بأي شيء. إذن هي the school strikes haven't achieved anything. I don't care about being popular. بالنسبة للجواب الأول I don't care about being popular. لا أهتم أن أكون لا أهتم بالشهرة. و the school strikes didn't have any results. بل الإضراب ديال
المدرسة اللي تنتمي لها قريتها ما دارت حتى شي نتيجة، هابنت أشيفت أنيتينغ، أنا ما عندها حتى شي جدوى، لم تقم بأي شيء. Fun in the text word that mean almost the same as. بالنسبة للانترناشونال نبحث على في الباراجراف الأول قوي بتاع وورلد وايد. وورلد وايد معناه انترناشونال، كونسيرن معناه وورلد معناه منشأة أو كبير، ديجريدين معناه كلابسين معناه تدمير. ديجريدين معناه كلابسين معناه تدمير تدخوية. International synonym ديال worldwide، concern مرادف ديال worry، و degrading مرادف ديال collapsing. إذا بالنسبة للسؤال الأخير، what do the underlined words in the text refer to؟ The teen activists، the teen activists، c'est-à-dire Greta. Greta Thunberg. Thunberg. بالنسبة للدين، world leaders، من قادة الشعوب وقادة العالم. Leaders، world leaders. إذا دين تنقصدو به world leaders، و دي تين activists تنقصدو به Greta Thunberg. Thunberg. إذا كيف ما تلاحظوا أي تلاميذ الأعزاء وكذلك مترشح الأحرار، يجب عليكم الاعتماد بالخصوص على فهم واستيعاب النص بشكل جيد والإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالنص. 15 نقطة مضمونة 100%، ولكن يعتمد على النص، فهم النص بشكل كبير جدا. بالنسبة للسؤال الأول راه واضح، إذا يجب عليكم إجابة أسوأ باغ ترو معناها جوست معناها صحيح، أور فولس معناها خطأ، ترو معناها صحيح، فولس معناها خطأ، justify معنى علي جواب من خلال النص. ليك في أنك تكتب true ولا false، true ولا false، ولكن يجب عليك تعليم النص. answers the following questions، هذا سؤال مباشر من النص. و complete the following sentence with information from the text، يجب عليك إعادة كتابة تتمة الجمل من خلال طلب الاعتماد على المعلومات من النص. Pick out from the text phrases or sentences which show that كيف ما شفنا. إذن I don't care about being popular، شنو المعنى ديالها؟ I agree that isn't interested in becoming fabulous، haven't achieved anything، سبدي Greta school's tricks didn't have any results. شنو؟ Greta school's tricks didn't have any results. من إضراب، إضراب ديال المدرسة خاص بجريتا لم تؤدي شيء، لم عنده حتى شي جواب. haven't achieved anything. هنا كيف ما شرنا سابقا، find in the text word that mean almost the same as، معناه خاصك تبحث في الباراجراف الاولى على السينونيم ديال international، يا worldwide. فعلا وجدنا worldwide. بالنسبة للباراجراف الثانية concern the worry، بالنسبة للباراجراف الخامسة the degree. إذا فيما يتعلق بالسؤال الأخير أيها التلاميذ الأعزاء، what do the underlined words in the text refer to؟ هنا كلمات مضغوطة أو كلمات مسطرة خاصة نبحثو على كلمة أخرى دالة عليها في الفقرات السابقة. The teen activists، شكون هي بالضبط؟ هي Greta Thunberg. Thunberg، Greta Thunberg. them، حيت أنا تستخدم قرن وهذا ضمير، يعود على world leaders على قادة العالم. نتمنى لكم حظ موفق في الامتحان الوطني المقبل ديال 2021 أيها التلاميذ، وكذلك مترشحي الأعراض والمسالك الشعب العلمية والتقنية. إذا في الفيديو القادم سوف أوضح لكم بشكل كبير جدا الأسئلة المتعلقة بال language وكذلك الإجابة عنها في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله واللقاء. كان معكم يوسف دلال من خلال قناتكم شكرا لكم على اليوتيوب.